بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه أستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة بإذن الله سنتكلم عن توازن جسم صلب خاضع لعدة طواء، وبدون إطالة سنتعرض فيه إلى المورد المعرفي الأول المتمثل في شرط توازن جملة ميكانيكية. ما هو شرط توازن جملة ميكانيكية، أو ماذا يقصد حتى بتوازن جملة ميكانيكية؟ إذن سننطلق من هذا المثال الذي نبسطه ونكيفه بهذه التجربة. لاحظ أننا أحضرنا الربيعة وثبتناها من معلاقها في حامل، وعلقنا في خطافها أو المعلاق الحر لها جسما آس وليكن مثلا الكوس، وطبقنا عليه قوة جر. نلاحظ أن النابض يستطيل وتقرأ الربيعة قيمة القوة التي تطبقها اليد على الجملة آس وهو الكوس. إذن فنحن نطبق هنا 4 نيوتن، فهذا 4 نيوتن جعلت الكوس يتحرك يجر. فحينما يتحرك الكوس، هل هو في حال التوازن؟ إذن هنا السؤال عن مفهوم التوازن. إذن فوجود الجملة في حالة حركة نقول عنها أنها ليست في حال التوازن. إذن فما الذي يجب فعله لكي نجعلها في حال التوازن؟ إذن هو قال طبق قوتين على الخيطين المربوطين بطرفي الماسك الورقي مثلا. نحن استبدلنا الماسك بالكوس وطبقنا عليه كما تلاحظ في عوض الخيطين استعملنا الرابعتين. الرابعة الأولى تقرأ لنا القوة التي يطبقها الخيط الأول أو الرابعة الثانية على الكوس، والرابعة الثانية تقرأ لنا قيمة القوة التي تطبقها الرابعة الأولى، يعني بالعملية العكسية التبادلية. نوضح ذلك. إذن فالآن الكوس في هذه الحالة تلاحظ أنه متزن، يعني لا يتحرك لا إلى اليمين ولا إلى اليسار، معناها لا تجره الرابعة الأولى ولا تجره الرابعة الثانية. نوضح الآن القراءة كيف هي. في هذه الحالة التوازنية الرابعة الأولى تقرأ لنا 4 نيوتن، الرابعة الثانية كذلك تقرأ لنا 4 نيوتن. بمعنى ما تقرأه الرابعة اليسرى هو قوة شد الرابعة اليمنى، وما تقرأه الرابعة اليمنى هو قوة شد الرابعة اليسرى. إذن ما الذي نلاحظه؟ يقول كيف هما سمي هاتين القوتين المؤثرتين على الماسك، يعني على الكوس هنا في هذا المثال، وأعطي رمز كل منهما. إذن هنا سنسمي القوة أو القراءة التي تقرأها الرابعة اليمنى، يعني الخضراء هذه، هي قوة شد الرابعة اليسرى، والتي تقرأها الرابعة اليسرى هي قوة شد الرابعة اليمنى. لا يهم، المهم الآن نكتب هنا ما نسمي، نكتب آف شعاع لدي واحد على آس وآف شعاع لدي اثنين على آس، هذا من حيث التسمية. كيف هما حاملا هاتين القوتين؟ لاحظ بما أن الرابعتين والكوس وكذا الكل على استقامة واحدة، إذن فحامل القوتين المطبقتين هو حامل مشترك، حامل مستقيم مشترك. قسنا قلنا وجدنا 4 نيوتن على اليمين 4 نيوتن على اليسار، قارنهما فهما متقايستين باستعمال سلم رسم مناسب مثل القوتين المؤثرتين على الماسك المشدود بالرابعتين أو الخيطين. إذن بما أن الرابعة الأولى تقرأ 4 نيوتن، الرابعة الثانية تقرأ 4 نيوتن، سنرسم حاملا ونمثل الكوس بنقطة في وسط الحامل، ومنه هو مبدأ الشعاع. نرسم القوة الأولى باختيار سلم رسم مناسب، ما دامت 4 نيوتن نستطيع أن نمثل كل 1 سنتيم يعبر عن 1 نيوتن. إذن سيكون شعاع إلى اليمين طاولته 4 سنتيم، وشعاع إلى اليسار من النقطة المشتركة اللي هي المبدأ طاولته كذلك 4 سنتيم إلى اليسار. إذن الآن فسر ما معنى أن يكون الجسم في حالة توازن. إذن فالجسم الموجود في حالة توازن هو الجملة أو الجسم الذي يكون في حالة استقرار أو سكون
رغم خضوعه لقوى. إذن فهذه القوى يلغي بعضها بعضا، يعني كل قوة تلغي القوة الأخرى. بمعنى هنا ما معنى يلغي؟ لاحظ أن القوة الأولى جهتها موجبة، إلى اليمين مثلا هو الاتجاه الموجب زائد 4، الاتجاه اليسار نعتبره سالب ناقص 4، نجمع القوتين زائد 4 ناقص 4 ستكون المحصلة 0. ما دام أن المحصلة صارت 0 فإن الجسم هنا أو الجملة ستكون في حالة توازن أو استقرار. إذن سنمر إلى الاستنتاج. ما هما الشرطان اللازمان لتوازن جسم صلب خاضع لقوتين؟ ثم أكتب العلاقة الشعاعية لمبدأ توازن جسم صلب خاضع لقوتين. إذن الشرطان كما تلاحظ من خلال ما اقترحناه، هنا أيضا سنقترح مثالا ثانيا لا يختلف عن سابقه. إذن هنا لدينا حبة تفاح معلقة بخيط في حامل. إذن ما هي القوى المؤثرة عليها وما هي خصائصها؟ إذن فهنا في هذه الحالة الجملة متزنة، لا تنزل ولا تصعد. لماذا هي متزنة؟ لأنها خاضعة لقوتين. ما شرط القوتين المطبقتين عليها؟ القوتان لهما نفس الحامل، القوتان لهما نفس الحامل، وهذا هو الشرط الأول. إذن تكون جملة متزنة تحت تأثير قوتين إذا تحقق هذان الشرطان. ما هما شرط التوازن في هذه الحالة؟ إذن قلنا الشرط الأول القوتان المطبقتان لهما نفس الحامل، هذا الممثل باللون الأبيض المختلط، هو حامل الثقل وفي نفس الوقت حامل خيط التعليق أو المعلاق إلى آخره. الشرط الثاني القوتان متعاكستان في الاتجاه، نعم الثقل عمودي إلى الأسفل وشد الخيط عمودي إلى الأعلى وعلى نفس الحامل، ومتساوية القيمة، يعني قيمة الثقل مثلا 5 نيوتن تساوي قيمة شد الخيط 5 نيوتن. إذن هذان الشرطان ضروريان ليتوازن الجسم أو الجملة المتواجدة تحت تأثير قوتين. إذن نمر إلى الحالة أو المورد المعرفي الثاني، توازن جسم صلب خاضع لثلاث قوى. إذن هنا استبدلنا النشاط المقترح في الكتاب بهذا النشاط. لدينا كما تلاحظ في الصورة جملة ميكانيكية متمثلة في قرص أو حلقة، هذا الملون بالأخضر باللون الأخضر، هو موجود في حالة توازن تحت مجموعة من القوى عددها 3، ينبغي أن نحصيها. إذن أربط كما ذكر، حدد القوى المؤثرة على الجسم S. لاحظ القوى المؤثرة على الجسم S، إذن لدينا هذه قوة رقم 1 آب شعاع لدي 1 على S. ماذا نعني؟ يعني القوة التي تطبقها الرابعة يعني الدينامومتر على الجملة S. القوة الثانية آب شعاع لدي 2 على S، القوة التي تطبقها الرابعة الثانية على الجملة S، ومقابل ذلك القوة الثالثة هي قوة الثقل. إذن يقول حدد القوى، حددناها باستعمال قلم اللباد، ارسم على الجسم S حامل كل واحدة من هذه القوى. ماذا تلاحظ؟ حامل القوة هو امتداد الشعاع، هو امتداد الشعاع المرسوم. إذن حامل القوة هذا نمدده، سنلاحظ أنه يمر من مركز الجملة. حامل الشعاع القوة هذه نمددها أو نمدده فيمر من المركز. حامل الثقل نمدده شاقوليا يمر من المركز. إذن قال ماذا تلاحظ؟ نلاحظ أن الحوامل لهذه القوى متلاقية في مركز الجملة، حوامل هذه القوى تتلاقى في مركز الجملة، وهذا الشرط الأول الذي سنتكلم عنه. إذن بعد ما قال ماذا تلاحظ؟ قال اقرأ على الرابعة قيم القوى المؤثرة على الجملة S ثم مثلها باستعمال سلم مناسب. ماذا سنفعل؟ سنقرأ كم أشارت الرابعة؟ قال قرأت لنا مثلا 5 نيوتن. إذن سننطلق من سطح الجملة بخط مستقيم، يعني بشعاع متجه نحو الرابعة هذه بقيس طوله 5 سنتيم، إذا اعتبرنا أن كل 1 سنتيم يعبر عن 1 نيوتن. إذن 5 نيوتن 5 سنتيم. وهنا كذلك من نقطة الربط نحو الرابعة هذه بشعاع مستقيم، بشعاع
طوله أو طويلته 5 سنتيم. ثم نحسب الثقل. هنا نكون قد قسنا ثقل هذا الجسم وهو معلق. نكون قد قسنا ثقل هذا الجسم وهو معلق. مثلا لنقول أنه مثلا 15 نيوتن. مثلا 15 نيوتن. إذن فنقيس، قلت الثقل بواسطة الربيعة أولا، والقيمة التي نجدها نمثلها بشعاع بنفس السلم الذي استعملناه في الرسم هنا، بنفس السلم. يعني إذا أخذنا 1 سنتيم بواحد نيوتن، هنا سنأخذ كذلك 1 سنتيم بواحد نيوتن، ونرسم شعاع طوله مثلا 15 سنتيم إذا كان هذا ممكن، وإلا سنصغر سلم الرسم. إذن مثلنا، بعد ذلك يقول بعد ما مثلنا سلم مناسب باستعمال ورق شفاف، تحقق من أن مجموع هذه الأشعة يساوي الشعاع المعدوم. يعني هنا كيف سنتحقق من أن مجموع هذه الأشعة يساوي الشعاع المعدوم؟ فنحن هنا سنضطر إلى تحصيل القوتين اللتان تعملان إلى الأعلى. يعني القوة F شعاع لدي واحد على S وF شعاع لدي اثنين على S هما في الحقيقة قوتان تعملان ضد الثقل، يعني تساعدان بعضهما البعض. بمعنى لولا هاتين القوتين معا لنزل الجسم، لسقط الجسم. إذن فهما تعملان معا ضده، رغم أنه يوجد بينهما زاوية. إذن فماذا نفعل؟ سنعمل على إيجاد المحصلة لهاتين القوتين، يعني القوة المكافئة لهما. فماذا نفعل؟ بالانسحاب نمثل الموضع، يعني نسحب الشعاع، شعاع القوة هذه على امتداد هذا الشعاع، فنجد قيمة أو شعاعا موازيا له مقايسا له. بنفس الطريقة نرسم شعاع ثاني هكذا، شعاع يعني هذا الشعاع من المفروض متقطع هو انسحاب لهذه القوة. نقطة تلاقي الشعاعين هي القوة المكافئة لهما، يعني تصير لدينا قوة تكافئهما. يعني هذه القوة، قوة الرابعة الأولى زائد قوة الرابعة الثانية، مجموعهما هو هذه القوة. هذه القوة يعني عندما تقيس هذا الشعاع وتقارنه بشعاع الثقل ستجدهما متساويان في القيمة، إذن متعاكسان في الاتجاه، متساويان في القيمة، لهما نفس الحامل. إذن إذا عدنا إلى الوضعية الأولى وهي توازن جسم صلب خاضع لقوتين أو تحت تأثير قوتين، هكذا حدث. إذن بعد هذا يقول لي أكتب العلاقة الشعاعية لثلاث قوى. إذن نكتب العلاقة الشعاعية لثلاث قوى، تصبح لدينا بهذه الكيفية: بشعاع اللي هي القوة المتجهة نحو الأسفل، زائد هنا من المفروض F1 و F2 وليس Fm، نصلحها فيما بعد، لا يهم الترميز بقدر ما يهمنا الآن ماذا يحدث. يعني ها قد تحققنا من أن مجموع هذه المقادير يساوي القيمة المعلومة. قلنا كيف؟ يعني هذه القوة زائد هذه القوة، يعني قوتي الرابعتين محصلتهما هي هذه القيمة. هذه القيمة إذا قسناها وتحققنا منها بالورق الشفاف أو بيانيا بالرسم بالانسحاب، سنجد هذا المقدار يساوي هذا المقدار. بما أنهم متعاكسين في الاتجاه ومتساويين في القيمة، فالمجموع يساوي صفر. إذن فتصبح العلاقة الشعاعية هي هذه. بعد ذلك يطلب مني ما هو شرط، ما هما شرطا الشرطان اللازمة لتوازن جسم صلب خاضع لعدة قوى. إذن وأخذنا لكم مثالا آخر لكي نوضح الفكرة أكثر. إذن فتكون الجملة متزنة تحت تأثير عدة قوى إذا توفر الشرطان التاليان. إذن شرط التوازن في هذه الحالة لجملة ميكانيكية خاضعة لعدة قوى، الشرط الأول هو أن حوامل القوى المؤثرة على الجملة تتلاقى في نقطة واحدة،
وهذا الذي نلاحظه في الرصد. إذن الحامل الأول هنا هذه كورية معلقة بخيط، وهذه الكورية المعدنية أو الحديدية خاضعة للثقل شاقولي نحو الأسفل، حينما نقرب إليها المغناطيس تنجذب إلى المغناطيس وتتوازن بهذه الكيفية المائلة. إذن فالحوامل متلاقية في المركز. إذن هذا بالنسبة لما هو التعبير الرياضي لهذه الحالة، يعني حال توازن مثل ما ذكرنا، بي شعاع زائد اف شعاع زائد اف ام شعاع يساوي الشعاع المعدوم. هنا اف ام نقصد بها القوة المغناطيس، واف هذه هي قوة الخيط، واف هذه هي ثقل الكورية. إذن هذا بالنسبة لحالة التوازن تحت تأثير عدة قوى. بعد ذلك نمر إلى المورد المعرفي الثالث، محصلة قوتين بمعنى تركيب قوتين بيانية. إذن هنا كذلك عوضنا هذا النشاط بهذه الصورة وبهذا التمثيل. إذن هذا لدينا قوس لرمي السهم، فالآن هنا لم نطبق أي قوة على القوس، فهو في حالة الراحة، لا توجد قوة مؤثرة عليه عدا قوة شد الخيط في القوس. لكي يندفع القوس السهم ينبغي أن يسحب الشخص الخيط إلى الخلف، لاحظ بالكيفية. نعم، إذن حينما يسحبه بهذه الكيفية تصير هناك قوتان مطبقتان على الخيط، قوة شد من هذه الجهة وقوة شد من هذه الجهة. هنا لولا اليد لا انفلت السهم، انطلق، يعني اليد تشكل قوة معاكسة في هذا الاتجاه، هي التي تجعل الجملة في حال توازن، القوس في حال السهم في حال توازن. وهنا نحن لا نريد أن نتكلم عن التوازن، هو يقول مثل القوى المؤثرة عليه موضحا سبب وجوده في حال التوازن. نعم، يعني هذا الشخص راه موجود في حال التوازن. أيضا هنا القوس موجود في حال التوازن ما لم يفلته الشخص من يده، معناه الآن توجد قوة مضادة هنا، يعني لديك ثلاث قوى، قوة الخيط في هذه الجهة، القوة الثانية هاي أمامنا، القوة الثالثة إلى الخلف يعني في الجهة العكسية. هنا تتوازن الجملة. إذن ما العمليات التي أجريناها على أشعة القوى لبرهنة حالة التوازن؟ ما العمليات التي أجريتها على أشعة القوى لبرهنة حالة التوازن؟ هنا قلنا سنقوم، يعني لبرهنة حالة التوازن سنجد محصلة القوتين اللتان تساعدان بعضهما، يعني تي واحد وتي اثنين هما قوتان تشدان الخيط المطاطي هذا، تشدانه إلى القوس كما تلاحظ. إذن ماذا نفعل لهاتين القوتين؟ سنعوضهما بقوة مكافئة لهما، يعني تساوي المجموع الشعاعي لهما. كيف سنعوضها؟ بالطريقة التي رأيناها في المورد السابق، يعني سنسحب هذا الشعاع تي واحد نسحبه في وضعية موازية أو عمودية على تي اثنين، نسحبه هكذا ينسحب إلى غاية هذا الضلع، يعني حتى النهاية للشعاع الثاني، ينسحب بشكل مماس حتى يصل إلى النهاية، يعني يصبح هنا، ينتهي هنا، هذا الشعاع ينقل هنا. نفس الشيء نفعله، نسحب الشعاع تي اثنين مماسيا مع تي واحد حتى نهايته فيصير هنا، فنحصل على متوازي أضلاع. قطر متوازي الأضلاع يعبر عن القوة المحصلة لهاتين القوتين. شعاع هو محصلة شعاعين، وهو الملون باللون الأزرق. هذا الشعاع الملون باللون الأزرق هو محصلة القوتين، يساوي عدديا القوة التي تطبقها اليد، إذن فتصير لدينا قوتين فقط على
نفس الحامل، لهما نفس الحامل، متعاكسة في الاتجاه، متساوية في الشدة. إذن يقول لي ما هي العملية التي أجريتها على أشعة القوى للبرهنة على التوازن؟ العملية التي أجريناها هي البحث عن محصلة قوتين، يعني وجدنا محصلة قوتين، هذا هو الذي نحن بصدده. نمر إلى الاستنتاج. يقول لي مثل بيانيا تركيب شعاع قوة انطلاقا من مركبتين. إذن ما معنى لهذا؟ لم نرسم الشعاع الآخر لأننا نتكلم عن المحصلة. إذن فهذا الشعاع الذي هو باللون الأزرق هو القوة المحصلة لهاتين القوتين. مثل بيانيا، نحن مثلنا، نعم هذا هو التمثيل أمامنا. اكتب العلاقة الشعاعية بين شعاع قوة ومركبتين. إذن نكتب العلاقة الشعاعية، ها هي بهذه الكيفية. يعني ماذا فعلنا؟ الشعاع تي واحد الذي هو هذا المتجه نحو الأعلى، وزائد الشعاع تي اثنين الذي هو هذا نحو الأسفل، يساوي تي التي هي هذه المحصلة. هذه هي الكتابة الشعاعية، العلاقة الشعاعية بين شعاع قوة ومركبتين. إذن فهذه هي القوة المحصلة وهاتان مركبتاها، يعني هذا الشعاع زائد هذا الشعاع يساوي هذا الشعاع. إذن هذا بالنسبة للمورد الثالث وهو محصلة قوتين. المورد الرابع الآن سنمر إلى العملية العكسية، تحليل قوة بيانية، أي نحلل شعاعا إلى مركبتيه أو قوة إلى مركبتيها. ننطلق من هذه الصورة المقترحة أو من هذا النشاط المقترح. يقول مثل القوتين المؤثرتين على الجسم S في الحالة الوضعية الأولى موضحا سبب وجوده في حال توازن. إذن سنمثل ونوضح سبب وجوده في حال توازن. في هذه الحالة سيكون خاضعا لقوتين. القوة الأولى هي ثقله المتجه نحو الأرض، عموديا نحو الأرض، سترد عليها في نفس الوقت أو يرد عليه سطح الطاولة في نفس الوقت بقوة مضادة على نفس الحامل بنفس القيمة في الاتجاه المعاكس. يعني هنا حينما تلاحظ أن الشرط التوازن جسم صلب الخاضع لقوتين محقق. الشرطان هما لهما نفس الحامل، قوة متساوية في القيمة ومتعاكسة في الاتجاه. نعبر عنهما شعاعيا، نستطيع، نعم، نقول P شعاع زائد R شعاع يساوي صفر شعاع. الآن نمر إلى الحالة الثانية، وضح بتوظيف أشعة القوى سبب اختلال توازن الجسم S. نعم هنا سيختل التوازن، سينطلق الجسم على المستوى المائل، يعني ينحدر على المستوى المائل. نوضح. إذن هنا القوة حامل الثقل، والثقل ممثل بشكل عمودي كما تلاحظ P، سيكون هناك قوة السطح أو فعل السطح المائل يكون بشكل عمودي على السطح نحو الأعلى، هذا R، ومع ذلك سيتحرك الجسم على المستوى المائل، معناه موجود قوة موازية للمستوى المائل التي لوناها باللون الأخضر. إذن فهذا هو سبب التوازن، سبب عدم التوازن، يعني صار الجسم في حالة لا توازن، أي يتحرك بهذه الكيفية. سنرى ذلك في التحصيل عندما نعمل على محصلة القوة. الحالة الثالثة يقول مثل القوى المؤثرة على الجسم S وهو في الوضعية ثلاثة موضحا سبب وجوده في حال التوازن. إذن لدينا مثل ما ذكرنا الثقل الشاقولي من مركز الجسم نحو الأسفل، سيكون المستوى المائي له قوة عمودية على السطح نحو الأعلى هكذا كما تلاحظ، هذه R، وكما ذكرنا موجودة قوة الجر على المستوى المائل، ومع ذلك لا يتحرك الجسم نحو الأسفل. لماذا؟ لأن هناك نابض له قوة معيقة للقوة الملونة باللون الأخضر. إذن فهذا هو الذي جعل الجسم في حال توازن. الآن نمثلها شعاعيا هذه الحالات. إذن الحالة الأولى P شعاع زائد R شعاع يساوي صفر شعاع. الحالة الثانية P شعاع زائد R شعاع لا يساوي شعاع المعدوم، P شعاع زائد R شعاع لا يساوي شعاع المعدوم، لأن هناك قوة وهي قوة الميل، قوة المستوى المائل. إذن في الحالة الثالثة P
في شعاع زائد R شعاع زائد F شعاع يساوي الصفر، يعني مجموع القوى يساوي الشعاع المعدوم. ما العملية التي يمكن إجراؤها على أشعة القوى؟ مثلنا خلاص، ما العملية التي يمكن إجراؤها على أشعة القوى؟ في هذه الحالة سنتكلم عن العملية الرابعة أو العملية الموالية، وهي تحليل قوى إلى مركبتيها. هنا سنمثل الثقل كما تلاحظ، إذن الثقل من مركز الجملة بشكل شاقولي نحو الأسفل. هذا الثقل في هذه الحالة الجسم لا يسقط يخترق المستوى المائل، سيتحرك بالتوازي مع المستوى المائل. كيف نفسر ذلك؟ هنا علينا أن نحلل القوى هذه إلى مركبتيها. إذن وما هو مبدأ التحليل؟ إذن ننطلق من القوة الأصلية الموجودة بشعاعين من نقطة الانطلاق كما تلاحظ. ما هو شرط الشعاعين؟ يكونان على معلمين متعامدين، أو معلم متعامد متجانس، على محورين متعامدين، معلم متعامد متجانس. إذن هذه البي هي القوة الوحيدة الموجودة في هذه الحالة. لا نتكلم عن مستوى السطح، يعني رد السطح، سنتكلم عنه لاحقا. إذن لدينا قوة الثقل، قوة ثقل عمودية من مركز الجملة، من مركز الجسم. قلت لكي نفسر لماذا يتحرك الجسم على المستوى المائي، ماذا يجري؟ هنا سنحلل هذه القوة P إلى مركبتيها PX و PY، يعني على المحور الصيني والمحور العيني. كيف نحلل؟ من نقطة انطلاق الثقل سنرسم شعاعين متعامدين، شعاعين متعامدين. هذان الشعاعان المتعامدين كيف نرسمهما؟ الشعاع الأول نأخذه بهذه الكيفية، ثم نعمل له انسحاب، نعم انسحاب موازي أو نعم على المستوى المائي. ونفس الشيء يجعل، يعني هذا الانسحاب يجعلنا نعرف قيمة، يعني الانسحاب أين يقف حتى يلامس نهاية الشعاع. يعني ها هو من المبدأ رسمنا عموديا على السطح المائل. هنا ننتبه، يعني من المبدأ رسمنا شعاعا يكون عموديا على المستوى المائل يمثل المركبة الأولى للثقل. الآن هذا الشعاع ينزلق أو ينسحب على المستوى المائل حتى يلامس نهاية الشعاع. الآن هنا بين الصورتين لهذا الشعاع سنحصل على طول شعاع آخر، الذي هو الشعاع المتسبب في حركة الجملة على المستوى المائل. هكذا، إذن هنا رسمنا شعاع، نعمل له انسحاب، هذا الشعاع يصبح هنا. نعم، إذن هذا الشعاع هو المسؤول عن الانسحاب. وما دور هذا الشعاع؟ هذا سيلغى مع رد المستوى المائل. يعني هنا لدينا رد أو قوة المستوى المائل التي تمنع الجسم من الاختراق أو السقوط بشكل عمودي. إذن هذه القوة تعاكسها قوة رد المستوى المائل، تصبح هذه القوة ملغاة مع هذه القوة، تبقى لنا فقط قوة واحدة هي هذه القوة التي تعمل على تحريك الجملة. إذن هكذا نكون قد تكلمنا على تحليل، يعني ما هي العملية التي أجريناها؟ قال مثل بيانيا تحليل شعاع قوة إلى مركبتين على محورين اختياريين. إذن ها قد مثلنا في حللناها إلى PX و PY. الآن القوة التي تعمل عملها وجعلت الجملة في حالة لا توازن هي PX. كانت لدينا P الكلية تفككت إلى مركبتين، إذن PY ألغيت مع رد المستوى المائل، وبقية PX هي التي تحرك الجملة. إذن أكتب العلاقة الشعاعية بين شعاع قوة ومركبتيه.
العلاقة الشعاعية تكون بهذه الصيغة. هنا أخذنا العلاقة العامة، يعني هنا من المفروض نحن نتكلم عن ثقل، أكتب PX زائد PY تساوي P، ونحن نتكلم في الإطار العام يعني بصفة عامة. FX يعني المركبة، مركبة القوة على المحور الصيني زائد مركبة القوة على المحور العيني تساوي قيمة القوة المحصلة. إذن هنا قمنا بالعملية العكسية، يعني في السابق تكلمنا عن التحليل على المحصلة يعني التركيب، وهنا تكلمنا عن تحليل القوة إلى مركبتيها. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. في الأخير أسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا، كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم مما قدمناه لكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.